السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنى هذا الفيديو ديالي وصلكم بصحه جيده واحوال طيبه ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد اللي تابوناو معايا في القناه ديالي، مرحبا بكم وشكرا. ونتمنى هذه القناه ديالي ان شاء الله المحتوى ديالها يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم كنت خارجه تسخرت وتعطلت في الزنقه، غدا ندير غير غدا خفيف انا والوالده، وبغيت نشاركه معاكم ان شاء الله. غدا ندير واحد الكغاتان بالخضر ان شاء الله. المهم بسم الله، المهم كسرونه درت فيها الماء، غدا ندير فيها الشي فلور نسلقو. غدا نسلقو غير ما تخلوش تيتسلق بزاف تيطيب بزاف تيتفرتك، غدا نسلقو واحد شويه باقيين غادي ندخلوهم للفران. ندير شي فلور وغادي ندير معاه شويه الملح. اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي تابونا وفعل زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. المهم هذا غادي نزيد عليه شويه الماء وغادي نرش الملح، ندير شويه الملح وغادي نديرو يتسلق. وغادا ندير جلبانه حتى هي، ها هي غسلتها نقيتها وغسلتها، غادا حتى هي نديرها تسلق. وغادا ندير واحد الحبه ديال البطاطا سلقتها هي، وغادا نرجع معكم وغادا نرافقها بواحد العصير ان شاء الله وبواحد لاصوص غادا تجي حاره. المهم غندير هادو يتسلقوا وغنرجع معكم ان شاء الله. ودابا غادا نوجد معكم هذيك لاصوص اللي قلت لكم عرافق بها الكغاتا. غادا نوجد درت شي فلوري تسلق ولا القرنبيط كيف ما تيقولوا لي في الدول الشرقيه، شي فلور ولا القرنبيط درت ويتسلق، ودرت جلبانه تسلق ودرت بطاطا تسلق. دابا غادا نوجد معكم لاصوص، اي بسم الله على بركه الله. هنايا حكيت جوج مطيشات، جوج بنادوره، جوج حبات بنادوره، جوج مطيشات، ها هما جوج مطيشات غير صغارات انا اللي درت. نتوما ديروا غادي نديروا قياس ديالكم. هنا درت جوج فلفلات مشويين، شويتهم وقطعتهم قطع صغيره، جوج فلفلات شويتهم. انا غادي ندير شويه القزبر والمعدنوس قطعته، غادي نسمها بورقه سيدنا موسى او ورق الغار. غنسمها بالزعتر، غسلته ها هو راه تغسلته، ودرس ديال الثومه حكيته، غادي ندير شويه الملحه البزار نص معلقه صغيره حيت انا غادي ندير هاد لاصوص حاره. شويه ديال الخرقوم عرق او الكركم، شويه ديال سكينجبير او الزنجبيل كارم ومطحون، نص معلقه ديال التحميره او البابريكا، نص معلقه ديال الهريسه كارمه ومطحونه. انا ما فاتكون عندي هذيك الفلفله خضراء حاره ونقطعها ما لقيتهاش قبيله عند الخدام، عرفت ما لا قلات. غادا ندير غير هذه، ندير نص معلقه، غادا نزيد شويه باش تجيني حاره. غادا ندير شويه سنيده شويه سكر باش الا كانت مطيشه حامضه هاد السكر يعطيها شويه ديال الحلاوه. غادا ندير شويه زيت العود هكاك جوج معالق ديال زيت العود او زيت الزيتون بالنسبه للدول اللي ما تيعرفوش اللغه ديالنا العربيه بالدارجه، زيت الزيتون جوج معالق.
ومعلقه ديال الكمون. هاد لاصوص ديال المطيشه وهاد لي صوص تيغيو الكمون. المهم غدا نمشي نحطها فوق البوطه طيب ان شاء الله، ونرجع معكم باش نوجد معكم العصير، ولا نوجد معكم هذا الكغاتان راه طاب ليا الخضره راه تكون سلقات. هذا غنحطو فوق البوطه يطيب، غنزيد فيها واحد شويه ديال الماء، نزيد شويه الماء صافي، ونحطها فوق البوطه طيب، حيت كلشي طيب راه غير مطيشه اللي ما طيبش والربيح. هاد الفلفله راه مشويه ومقطعه. المهم غادي نرجع معكم باش نوجد معكم العصير، عصير بسيط ولذيذ. ودابا غادي نشارك معكم العصير، غادي نديرو يتطحن. ها هو نشارك معكم العصير. المهم في كاس، كاس ديال العصير غادي ندير، درت حبه ديال الباربا قطعتها، درت انا غير مايين غير صغيره، ها هي حبه وحده، ودرت حبه ديال الخيار نقيته وقطعته قطع صغيره. يجي صحي هذا العصير، ما بغيتش انا نسلق الباربا. وغادي نزيد معاهم الماء، ندير جوج معالق ديال السنيده، غادي ندير هاد العصير يتطحن ورجع معاكم نكمل معاكم الكغاتان ان شاء الله. على بركه الله انا غدا ملي تسرقت ليا ديك الخضر غدا ندير انا هاد اللاطه هادي، هيا شو قداش غدا ندير هادي، غدا ندير فيها ان شاء الله مطيشه، حبه طماطم حكيتها محكوكه، غدا ندير هذيك جلبانه اللي سلقت، غدا ندير معاها شويه الكمون، شويه الملح، شويه البزار، وشويه التحميره. شويه الحاره الهريسه، بغيت نبين لكم في هاد الاكله اللي غادي ندير، يعني بنادم من حوايج بساط يقدر يدير غدا ولا عشاء ولا شي حاجه، ماشي بالضروري تيكون لحام ولا يكون شي حاجه ولا دجاج ولا هذا. ندير واحد المعلقه ديال زيت العود، ايما دو غنخلطهم، غندير واحد شويه الزعتر، ينسجمو مع بعضياتهم هادو اللي درت، نخلطهم ينسجمو مع بعضياتهم. عامل حوايج بساط، عامل الخضره نقدرو نخرجو غدا ولا عشاء ولا هادا، ماشي بالضروري حنايا تنديرو حوايج اللي غاليين. ندير لها بحال هكا، ندير الزيتون مقطع، غدا ندير البصله اللي شحرتها اقليتها في شويه الملح وزيت العود، غدا ندير الربيح، قزبر والمعدنوس مقطعين، الناس اللي ما تيعرفوش الربيع اللغه ديالنا، وحبه بصل مشحره في زيت الزيتون، وشويه الملح.
غادا ندير بطاطا اللي سلقتها في شويه الملح، ونعاود ندير الزيتون مقطع، ونعاود ندير هذيك البصله اللي بقات ليا، وبالخضر نقدروا نخرجوا اي حاجه، نزيد واحد شويه ديال الربيع، مش بالضروري تكون عندنا، نزيد شويه الكمون من الفوق وشويه الملحه، ونزيد شويه البزار باش هذيك البطاطا اللي درت وهذاك الزيتون يجوا من السمين تاعهم، ونزيد واحد شويه الزعتر، دابا غادي نستف هذاك الشي فلور، غادي نحاول هاد الكبار نقطعهم، نقطعهم هكا احسن، المهم عرش هاد الشيفلور او القرنابيط بشويه ديال الملح، واحد الشوي اصلا انا سالقه في الملح، شويه ديال الكمون باش هو يجي منسم به، وشويه ديال الابزار، داك الزعتر اللي بقى ليا المهم غادا نديرو فوق هاد نرش عليه واحد شويه ديال الربيع، تجي زوينه وصحيه، نصايب البيض ونرجع معاكم، وغادا نزيد واحد المعيلقه ديال زيت العود من فوق هادشي، معيلقة كاع بحال هكاك ولا معيلقة واحد شوية فوق هادشي، ودابا غدا نبدا نزيد في البيض، البيض درت فيه شوية ديال الملح شوية البزار شوية الكمون وشوية ديال الهريسة كارمة حارة باش يجي تا هو منسم، درت انا ربعة البيضات، شوفو نتوما شحال غادي ندير، نرج دابا تاني شوية الربيع، احنا بحاجه بسيطه، غادي نغطيها ببابي الومنيوم، نغطيها ببابي الومنيوم وندخلها للفران، نرجع معكم في الشكل النهائي ان شاء الله ديال الاطباق اللي وجدت معكم اليوم.
هو الطبق ديالنا النهائي من بعد ما طاب خرجته من الفران، هاي بخضره بالخضره وبشويه الزيتون قطع وشويه الربيع وشويه البصله وهذا والبيض، احنا درنا غدا. بغيت نبين لكم بانه بحوايج بساط ممكن نديروا الغدا ولا نتعشاو ولا هذا، ماشي بالضروري تيكون عندنا كل شيء في الدار. لاصوص ديالنا ها هي وجدات، هانتو كي تتجي غدا نقدروا نرافقوها حتى مع الحوت، حتى تجي حاره نقدروا نرافقوها حتى مع الحوت. ها هي هذا العصير ديالنا. بلا ليمون بلا حتى شي حاجه ممكن نوجدوا كاس ديال العصير، غير بحبه ديال الباربو وحبه ديال الخيار وجدنا عصير، بلا ليمون بلا حتى شي حاجه وشويه ديال سنيده احنا درنا العصير. ماشي بالضروري باش يكونوا موجودين عندنا الحوايج، انا عندي الليمون وما بغيتش نديرو في هذا العصير باش نبين لكم بانه غير بحوايج بسيط ممكن نديرو غدا ولا العشاء. الى عجبكم هذا الفيديو وهاد الاطباق اللي وجدت معاكم ما تنساوش ديروا لي لايك وما تنساوش لي كومونتير زوينين بحالكم. اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي مرحبا بيه تابونا ويفعل زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد. الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.